رئيس الجمهورية يشارك الجنود المرابطين على الثغور إفطارهم في مدينة بير مقرين بولاية تيرس الزمور. وزير المياه والصرف الصحي يعلن من مقاطعة مقام عن إطلاق برنامج وطني لتوفير المياه في جميع مناطق الوطن خلال السنوات القليلة القادمة. تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى انطلاق فعاليات النسخة 11 من مهرجان ليالي المديح المنظمة من قبل مركز ترانيم للفنون الشعبية. أهلا بكم إنما كنتم في تفاصيل نشرة الرابعة من الموريتانية. شارك فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ لازواني مجموعة من الجنود وضباط الصف والضباط المرابطين في مدينة بير مقرين بولاية تيرس الزمور إفطارهم الرمضاني. ويأتي حرص فخامة رئيس الجمهورية على تناول الإفطار الرمضاني في هذه المنطقة من أرض الوطن تقديرا وعرفانا لسهر جنودنا على الدفاع عن السيادة الوطنية والحوزة الترابية للبلاد وبذلهم الغالي والنفيس لحماية أمن الوطن والمواطن بسواعدهم وبصدورهم في وجه أي تهديد. وقد رافق فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ لازواني وشارك إلى جانبه في الإفطار الرمضاني وفد رفيع المستوى. ضم على الخصوص الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ملاي محمد لغلف والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار للجاي وزير الدفاع الوطني حنان السيدي وقائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بلا شعبان وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الفريق البحري سلكو الشيخ الولي والمدير العام لتشريفات الدولة الحسن الأحمد ووالي تيرس الزمور وقائد المنطقة العسكرية الثانية في تيرس الزمور. وزير المياه والصرف الصحي من مقاطعة مقامة عن إطلاق برنامج وطني لتوفير المياه في جميع مناطق الوطن خلال السنوات القليلة القادمة. جاء هذا الإعلان في ختام زيارته لبعض المشاريع التي ينفذها قطاع المياه والصرف الصحي في ولاية غورغول. من قرية رقاوة التابعة لمقاطعة بود السهلة وزير المياه والصرف الصحي زيارته لبعض المنشآت والمشاريع التابعة لقطاعه في ولاية غورغول، حيث حضر الوزير اكتمال الحفر في إنجاز بئر ارتوازية لصالح سكان هذه القرية التي كانت تعاني من شح المياه خاصة في فترة الصيف. وينفذ هذا الحفر ضمن برنامج يستهدف إنجاز 167 بئرا بتنفيذ من المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي. نحن نثمن هذا الحدث اليوم، هذا الحدث العظيم، هذا الحدث العظيم اللي من 100 سنة نحن
نجيبوا الماء من حدود 12 كيد. نتمنى هذا اليوم العظيم بهذا الماء المبارك اللي حقيقه نعتبره حدث تاريخي لاول مره. نحن نشكر القياده الرشيده محمد والشيخ الغزواني ونشكرهم. هذا ان دل على شيء يدل ان شاء الله على التنميه وان شاء الله والافيه والاستقرار. وفي بلدية هوم الجليتة تابع وزير المياه والصرف الصحي صحبة السلطات الإدارية وضعية سير الأعمال في إنجاز مكونات المرحلة الثانية من مشروع أفطوط الشرقي والتي تستهدف مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 15,000 متر مكعب يوميا لتوفير المياه لعشرات القرى في مثلث الأمل. وقد عين الوزير مستوى تقدم الأشغال في بناء خزانين كبيرين في كل من هوم الجليتة وشلخة التياب، وطلب القائمين على المشروع بتسريع وتيرة العمل والتغلب على كل نواقص الملاحظة بما يضمن اكتمال المشروع وفق المواصفات الفنية المطلوبة وفي الآجال المحددة لاكتمال هذا المشروع الكبير الذي يعول عليه في توفير المياه لسكان القرى الواقعة على الحدود المشتركة بين ولايات غرغل العصابة والبراكنة. وفي مقاطعة مقام أشرف وزير المياه والصرف الصحي على إطلاق مشروع لزيادة الإنتاج وترميم شبكات التوزيع في ثلاث مقاطعات هي مقامة في غرغل وبومديد في العصابة وولينجا في قديماقة، وذلك بتنفيذ من المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي. فخامة الرئيس عطي الإمكانيات، هذا العام وزارة المياه زادت ميزانيتها 50%، وهذا لخدمة المواطنين وإياك يعود، وهذا مشاكل العطش تخفف عليهم وراجين إن شاء الله عنها توفى بعد سنوات اللي مبرمجين عن إن شاء الله والسنوات المقبلة يعود هذا المشاكل العطش بموريتانيا كاملة تعود انقضى عليها، ولكن نعدله باش الآبار اللي نحفره واركاتية لابد أن نتمه نحفره منها ياسر كل سنة إياك الناس يشرب كاملة غير اللي لا يعدل إياك يعود هذا مشكلة العطش ما تعد خالقة هي هذه المياه السطحية النهر والبحر والسدود، هذا إن شاء الله هم اللي الله ينعدله في موريتانيا كاملة، ياك ما تبقى ولاية ولا تبقى قرية ولا يبقى دشرة كبيرة ولا صغيرة ما جبرتك الله تجبر من الماء، وهذا مبرمج ودور إن شاء الله بعد سنوات ما هي طويلة يدور هذه مشاكل العطش ينقطع عليها، غير خالق رواية لا يوصي عليها الموريتاني كاملة عن ما خالق دولة يصير خالق الإمكانيات إمكانيات إذا قد تم تعدل اللي نعدله نحن وركاتي هذا تقرير العشوائي. الناس يلا تتجمع في بلد وتعود في بلد ياك نقدم كل حد منها يجيبوا له الماء. وفي الطريق الى مقاطعه مقامه اجرى الوفد توقفات في بعض القرى التابعه لبلديه هوم الجليتة للتعرف على مستوى تقدم الاشغال في بعض الخزانات التي يجري العمل على تشييدها ضمن المكونه الثانيه من مشروع أفطوط الشرقي، قبل ان يعاين وضعيه شبكه المياه في التوسعه الجديده لمدينه القصيبه والتي تم استحداثها في اطار المخطط العمراني لهذه المقاطعه الناشئه. وفي هذا الموقع اطلع وزير المياه والصرف الصحي على مستوى تفعيل بعض الحنفيات العمومية التي تم تشييدها في هذه التوسعة والمشاكل التي ما زالت مطروحة لتوفير الكميات الكافية من المياه لسكان هذه التوسعة. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة القصيبة. ومن القصيبة إلى نواكشوط، حيث انطلقت تحت رعاية السامية لسيدة الأولى فعاليات النسخة 11 من مهرجان ليالي المديح المنظمة من قبل مركز ترانيم للفنون الشعبية. وتأتي هذه الدورة من مهرجان ليالي المديح كاستمرار لمشروع ترانيم المهتم بالتراث الشعبي اللامادي وخاصة المديح النبوي. 11 سنة من الهيللة وبدح النبي صلى الله عليه وسلم، شعار رفعته النسخة 11 من مهرجان ترانيم للمديح النبوي، والتي انطلقت تحت رعاية السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداه، حيث تبتلت الأصوات في مدح خير البرية وسط حضور جماهيري غفير. يحتل المديح النبوي مكانة خاصة في نفوس الموريتانيين كافة بحكم تعلقهم الوجداني الفطري المتجذر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يرتبط به أو يمت بصلة إلى مقامه الكريم من مناقب وأخلاق زكاها القرآن الكريم، حيث يقول جل من قائل وإنك لعلى خلق عظيم.
ولقد ظل أهل هذه البلاد منذ الأزل يحطون بالنواجذ على هذا الفن الفلكلوري الروحاني، مبدعين فيه شكلا ومحتوى، فكان واحدا من الأنساق الثقافية الجميلة التي عرفت بهذه البلاد. لا يخفى على أي منا ما بذل من جهود وطاقات في الثقافة والفنون خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، وبتنفيذ من حكومة المهندس محمد بلال مسعود، حيث تم إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للفنون، كما تم تطوير مهرجان مدائن التراث بمنحه بعدا تنمويا مشهودا، علاوة على ترقية محتواه الثقافي بما جمع بين الإمتاع والإبداع. وكان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حاضرا على خشبة المسرح ومجسدا في نص مديحي أسال الدموع وقطع الأفئدة وعكس تمسك موريتانيا بالقضية الفلسطينية شعبا وحكومة. إننا ننظم الدور 11 بعد فوز كبير، هو فوزنا بأكبر جائزة في التراث الثقافي اللامادي، وهي جائزة الشارقة الدولية للتراث اللامادي، والتي حصدناها في نهاية سنة 2023 بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. لكن نظراً للظروف الدولية وللظروف الأخلاقية المؤسفة والمؤلمة التي يعيشها الفلسطينيون وخصوصاً إخوتنا في غزة، لم نتمكن من الاحتفال معكم بهذه الجائزة، وها نحن الليلة نتقاسم معكم فرحة العمل، فرحة الإتقان، وفرحة المثابرة، وفرحة الجد، ومناصرة ما يمكث في الأرض وينفع الناس، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مدى 5 ليال يتجدد موعد عشاق المدح مع اللحن والكلمة، مدحا لخير رسل الله كلهم. وفي شهر رمضان المبارك تضمن الافتتاح الرسمي تكريم السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداه على جهودها في دعم المهرجان، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات التي واكبت نشأة المهرجان منذ التأسيس حتى الآن. يتواصل توزيع الإعانات الرمضانية المقدمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة للأسر الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف الوزارة من وراء هذه الإعانات إلى التخفيف من عبء المصاريف الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجا. اليوم الأول من عطلة الأسبوع، هكذا يبدو حال شركة الموريتانية للبريد موري بوست، حيث تفتح شبابكها أمام المستفيدين من خدمات الإعانة، وخاصة الخدمات المقدمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والتي يستفيد منها المواطنون من متقاعدين وشيوخ وربات أسر وأصحاب إعاقة، بالإضافة إلى أطفال التوحد، وذلك لضرورة توفير هذه المصاريف في هذه الأيام قبيل عيد الفطر المبارك. احنا اليوم في أمام شبابيك تسليم مؤسسة البريد موري بوست، واللي إحدى المؤسسات اللي تم انتقائها من أجل تنفيذ هذه العملية. مؤسسة موري بوست تم إسناد لها 5200 بزيادتها من المستفيدين بين ولايات نواكشوط الشمالية والجنوبية وولايات الأحياض الاثنين والعصابة، بمعدل 5222 مستفيد. إذن اليوم جينا لنطلع على كيف تجري العملية، كيف شفتوا عملية تجري بشكل انسيابي وفي قدر من السرعة في تنفيذها، خاصة على المستفيدين ما يبذلوا جهود كبيرة، يجوا يتم استقبالهم في خيمة الأمام وتدخل منهم مجموعة ياك ما يخلق اكتظاظ أمام شبابيك التسديد، وإحنا مرتاحين للصفة اللي تجري بها هذه العملية. البريد استلم هذا الملف، بدأ ينفذه من يامس مع الصباح وفاتوا يامس وفرغ عليهم الوقت، فاتوا طاولة 800 مستفيد، واليوم كيف شفتوا الأعداد كبيرة جدا،
إعانات تأتي في إطار التحويلات الخاصة بشهر الكريم لتكون ثمرة تعاون بين وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والشركة الموريتانية للبريد موري بوست. البريد موري بوست شاركت من ضمن فاعلين آخرين في عملية مناقصة أجريت لهذه العملية الرمضانية وفازت في مناقصة شفافة و وتحترم المعايير المتبعة ضمن الصفقات وفازت ب 52% من هذه العملية وتتمثل في المواكشط الشمالية والمواكشط الجنوبية والحوض الغربي والحوض الشرقي. هذه العملية استلمنا اللوائح يوم أمس الجمعة من الوزارة وحرصنا على أن تكون العملية تسير بكل شفافية وإنسيابية كما تعودنا في هذا النوع من العمليات حرصا منا وتماشيا مع السياسات المتبعة من طرف السلطات العليا ممثلة في رئيس الجمهورية بتقريب الخدمة من المواطن وبأوامر من الإدارة العامة. عملنا في الأيام الأسبوع أيام الراحة، نحن اليوم في اليوم السبت ومستعدين للعمل يوم الأحد من أجل إتمام العملية بكل 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 سلاسة. المواطنون المستفيدون ذمنوا الدعم الذي تقوم به وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وآليات عمل الشركة الموريتانية للبريد سعيا إلى تسهيل إجراءات توصيل الخدمات إليهم. أنا محمد أحمد بن إبراهيم رئيس مكتب متقاعدين في دار النعيم متقاعد الجيش الوطني، وهم من عالي هذه اللفتة الكريمة اللي عادت للشريحة اللي تمثل في حقيقة ياسر من الضعف، مثل فيها كافة أنواع الضعف، فيها المعوقين وفيها المسنين وفيها الأرامل. هذه اللفتة الكريمة بدت السنة الماضية، تسعمائة أسرة استفادت من هذه الشريحة من الفئة والسنة ضعفت. جينا يوم السبت وسحبنا ما شاء الله فضلتنا على حالة مونكو، لا عنده ضجيج ولا عنده حس، في آخر رمضان فاصل هم اللي أنا وفيه جزاهم الله بخير. وضمانا منها لتوفير خدمة تتماشى مع وضعيات الفئات المستفيدة، قامت الشركة بجملة من الإجراءات من بينها استحداث بريد كاش الذي يعمل على انسيابية وتسهيل الخدمة. احتضن الجامع الكبير بنواكشوط ضمن دروس الإحياء الرمضاني محاضرة تناولت في جانبها الفقهي ليلة القدر وفضل العشر الأواخر من رمضان، فيما تناولت في جانبها الصحي عرضا حول جراحة العظام وتأثيرها على الصوم. فضائل ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان كان عنوان محاضرة اليوم من روضة الصيام ضمن ركن المحاضرة. إذا كان هذا الشهر معظما فخاتمته ستكون أعظم، ويظهر ذلك جليا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها. أما الجانب الطبي من المحاضرة فقد تناول فيه الطبيب الشيخ المصطفى اللربيه موضوع جراحة العظام وتأثيرها على الصوم. أمراض العظام والمفاصل هي الأمراض التي تمس الجهاز الحركي، سواء كان على مستوى العمود الفقري بأجزائه الثلاث، العمود الفقري العنقي أو العمود الفقري الظهري أو العمود الفقري القطني وهو الأسفل، كما يختص أيضا بالأمراض التي تصيب الأطراف سواء كانت هذه الأطراف سفلية أو علوية. وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج دينية لإحياء أيام الشهر الكريم. ومن نواكشوط إلى ولاية الحوض الغربي، حيث شهد المسجد العتيق في مدينة العيون تنظيم محاضرة رمضانية تحت عنوان فضل العشر الأواخر من رمضان، ويدخل تنظيم هذه المحاضرة في إطار دروس الإحياء الرمضاني المنظمة من طرف الإدارة الجوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الولاية.
فضل العشر الأواخر من رمضان عنوان محاضرة من الدروس المنظمة من طرف المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في ولاية الحوض الغربي في إطار الإحياء الرمضاني، وقد تطرق فيها المحاضر لفضل الصيام والقيام وفضل تحري ليلة القدر، إضافة إلى الثواب العظيم للأعمال الصالحة في شهر رمضان. وكما ورد من حديث عائشة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا صلى الله عليه وسلم ليله، أحيا ليله وشد مئزره وإيقظ أهله. فالعشر الأواخر من رمضان فيها خصوصيات، منها أنها هي أفضل ليالي السنة، فالسنة فيها 63 ليلة، كل ليالي السنة أفضلها هي العشر الأواخر. ولذلك اختلف أهل العلم هل الأفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان، فاتفقوا على أن عشر ذي الحجة الأفضل هو أيامها، لأن فيها يوم عرفة. واتفقوا على ورجحوا على أن أفضل ليالي السنة هي ليالي العشر الأواخر، لأن فيها ليلة القدر. وكان المدير الجهوي للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في ولاية الحوض الغربي الشيخ سيد أحمد المحمد قد تطرق في مداخلته لسعي القطاع إلى إحياء الشهر الكريم من خلال تنظيم الدروس في المساجد، إضافة إلى المشاركة في تثقيف الناس عن طريق مختلف الوسائط الإعلامية المتاحة. وتتواصل الدروس الرمضانية وسط إقبال كبير من عمار المساجد على حضورها وطرح مختلف أسئلتهم واستشكالاتهم على الفقهاء والأئمة ليتفقهوا في دينهم ويعبدوا الله على هدى وبصيرة. لقناة الموريتانية، محمد البلال، مدينة العيون. وزعت الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بلا كمية من السلال الغذائية مقدمة من قبل جمعية العون المباشر الكويتية. وقد أشرف على انطلاق عملية التوزيع مدير ديوان وادي البراك نزان السداتي، ويأتي إطلاق هذه العملية دعما للأسر ذوي الدخل المحدود في شهر رمضان المبارك. وتتكون الكمية المقدمة من 400 سلة غذائية تستفيد منها 400 أسرة في عدد بلدية ولاية البراكنة. وفي كلمتها بهذه المناسبة أكدت المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة محورية دعم الأسر الأقل دخلا في البرامج الاجتماعية للسلطات العمومية في جميع الظروف. معنا اليوم على توزيع هذه السلات الغذائية المقدمة من طرف جمعية العون المباشر الكويتية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة لصالح 400 أسرة متعففة، وذلك مؤازرة لهم في هذا الشهر الفضيل الذي تضاعف فيه الأعمال. كما تأتي هذه التوزيعات في إطار دعم البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني، الذي يعتمد في الأساس الوقوف مع الطبقات الهشة والأسر الفقيرة والنساء المعيلات الأسر والمعوقين إلى غير ذلك من الطبقات التي تستحق الدعم والمساعدة. وغير بعيد من الموضوع، استفاد العديد من سكان القرى التابعة لبلدية تميمشات من توزيع كميات متنوعة من المواد الغذائية ضمن العمل الاجتماعي لهيئة السنين الخيرية، كما تم توزيع مبالغ نقدية على الأئمة والمؤذنين القائمين على الشأن المحوري بهذه البلدية. بين أحضان هذه الرمال الزاحفة وبمحاذاة السكة الحديدية تقع قرية تميمشات على بعد 319 كيلومترا من عاصمة ولاية داخت وذيبو. بهذه البلدية النائية وبتدخل من خيرية سنيم وبعد تشخيص محلي للأسر ذات الدخل المحدود، تم توزيع هذه المعونات الغذائية مؤازرة ل 120 أسرة في كل من تميمشات وقرية بن عميرة التي التحقت بالحيز الجغرافي لهذه البلدية منذ عهد قريب. وتدخل هذه المساعدات التي تتسع الدائرة للاستفادة منها سنة بعد سنة ضمن اهتمام السلطات العليا في البلد بتعزيز العمل الخيري. أشكر جزيل الشكر خيرية سنيم إدارة وعمالا على هذا المجهود بالطابع الاجتماعي الذي يهدف
إلى مواكبة برنامج الحكومة السامي لمؤازرة السكان وخاصة الفئات الهشة والبعيدة من المدن الكبرى. العمل الاجتماعي الذي تنفذه خيرية سنيم لفائدة سكان البلديات الريفية الواقعة على طول سكة الحديدية. هذا التدخل دائبة الخيرية عليه لأنه من صميم عملها ولأنه استجابة أيضا كيف قال الحاكم للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني. هذا التدخل يأتي مواكبة أيضا لجهود أخرى تقوم بها الخيرية من توفير حوانيت على مستوى الرواق كامل وبرنامج خاص بهذه الحوانيت في هذا الشهر الكريم، هو توفير المواد الأساسية والضرورية بأسعار ميسرة. وقد ثمن القائمون على الشأن البلدي بتميمشات والمستفيدون هذه المساعدات التي تعد من بين تدخلات اجتماعية لخيرية سنيم في أوجه تنموية متعددة. أنا شاكرين خيرية سنيم وعودتنا دائما على التدخلات في الشهر الكريم وبهذه السلات الغذائية التي تستفاد منها المواطنين، وفي هذه السنة دعمتهم اللي بأسعار مدعومة المواد الضرورية. نحن هو سكان تميمشات وعينا ذا القسم الحمد لله تبارك الله بدعين إن شاء الله. احنا سكان بن عميرة وشاكرينكم على هذه المساعدات اللي جاتنا، وشاكرين عليها رئيس الجمهورية وشاكرين عليها فونداسيون حتى. وفي جانب آخر من هذا التدخل استفاد الأئمة والمواطنون وأصحاب المحاضر بهذه البلدية من مبالغ نقدية دعما لهم في هذا الشهر الفضيل. شاكرين على دعمها للمحاضر والمساجد والعملية الرمضانية اللي استفاد منها المواطنين في هذه القرية. ويعول على هذه المساعدات في تخفيف أعباء الصيام على المواطنين في هذا الحيز من ولاية داخت وديبو. وفي الشأن الاجتماعي دائما اختتمت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم في ولاية ترس الزمور برنامجها الرمضاني الهادف إلى دعم السكان من ذوي الدخل المحدود من قرية التواجيل عبر تقسيم سلال غذائية ومبالغ نقدية. في آخر محطاتها بولاية ترس الزمور وزعت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم ضمن برنامجها الرمضاني عشرات السلال الغذائية في مدينتي فديرك والتواجيل على عدد من السكان، إضافة إلى تقديم دعم مالي للأئمة وشيوخ المحاضر والمؤذنين. تواصل خيرية سنيم برنامجها الرمضاني، وزعنا 270 سلة في فديرك والتواجيل للأسر الكريمة المتعففة، بالإضافة إلى مبالغ مالية لأئمة المساجد وشيوخ المحاضر والمؤذنين. وطبعا هدف الخيرية من هذا البرنامج القرب من المواطن ودعم ساكنة البلدية. المساعدات المقدمة لاقت استحسانا من لدن المستفيدين لإسهامها في التخفيف من وطأة المتطلبات المعيشية في الشهر الفضيل. شاكرة خيرية السنين لهذا العمل الجبار اللي عدلت لكل سنة في رمضان تعدل عون إفطار الصائم، استفيد منه أئمة المساجد والمحاضر والمواطنين وذوي الإعاقة. شاكرين خيرية سنيم للدعم اللي تقدم للمحاضر والأئمة جزاهم الله خيرا، وشاكرين البلدية واللي كذلك جزاهم الله خيرا كل موسم في هذا الشهر الكريم قدموا مساعدات للأئمة والمحاضر. تعمل خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم ضمن استراتيجية تنموية تهدف لمساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم الدعم اللازم لهم. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة فديرك. وفي الشأن التنموي كذلك استفاد سكان مركز الشوم الإداري من إنجاز خدمات ومشاريع تنموية في مجال المياه والزراعة والتعليم في إطار برامج التنمية المحلية للمناطق السكنية الحديدية. وتأتي هذه التدخلات المنفذة من طرف هيئة سنيم الخيرية تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا الهادفة لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتثبيتهم في أماكنهم الأصلية.
منمون في المناطق المحاذية لرواق السكة الحديدية بمنطقة شوم أصبحوا يستفيدون من خدمات برنامج للمياه ضمن مقاربة تثبيت السكان وتحسين ولوجهم للخدمات الأساسية. مستفادة من الساكنة هنا تجاهها المواشي تبارك الله شاربة ما شاء الله الماء موجود. واد الشارع عامر عامر من الناس تبارك الله جايتهم من كل شيء جايتهم شور زويرات وجيهم شور نواكشوط ونواذيبو ما شاء الله شارب الحاجة. ويتوفر المشروع على أبار ارتوازية تتيح للساكنة المياه الصالحة للشرب إضافة إلى سقي الماشية. هذا الحاثي يقع على بعد 80 كيلومتر من بلدية شوم، وهذا الحاثي عنده خزان بسعة 50 طنا، ولديه أحواض ماء لشرب الماشية بسعة كل واحد منهما 3 أطنان. منذ زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ والقزواني إلى ولايتي تير زمور وأدرار أعطى التعليمات لإنشاء لتخفيف الضغط على مستوى السكة الحديدية، وبالتالي أرسأت خيرية الصناعة خيرية سنيم أو خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم على إنشاء هذا النوع من المشاريع. بالنسبة لهذه النقاط المياه مستفاد منها الساكن الموجودة على مستوى الطريق الرابط بين بلدية شوم والتواجيل، جميع هذه الساكنة تستفاد من هذو الآبار كاملين، وتستفاد منهم اللي الماشية وعاقب ذلك اللي يخفف الضغط حتى على السكة الحديدية. وفي منح هذه الصلة تم دعم النشاط الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات والحبوب. نحن هنا في هذا المشروع مركز على تقريبا بحدود 50 مزارع ومزارعة مقسمينهم مجموعات عبارة عن 7 مجموعات، كل مجموعة تطلع في نهار معين إياك تعود مواكبة المشروع من بداياته، إياك تدخل في إطار التكوين اللي نحن مركزين عليه، تكوين المزارعين على الطرق الحديثة في الزراعة، يسوى أساليب الري بالتنقيط وطريقة إنشاء الشبكات وطريقة صيانتها وطريقة تشغيلها والله طريقة البذر في المشات الحديثة. نحن هنا تياها مركزين على أنواع من البذور معينة، عاقدين العزم إن شاء الله أن نساهم فيما بعد إن شاء الله هو الاكتفاء الذاتي لهذه القرية. مشروع زراعي نموذجي يعتمد على نظام الري بالتقطير، واليوم يطرحوا لبنة أساسية من مطالبنا اللي هي قضية تلبيت مزرعة نموذجية واحدة جاوزوا للتجارب التقليدية اللي ما أعطات شيء وتهدر الماء، والمزارعين عندنا مسألة بسيطة نداء موجه للمزارعين هم شو مساكنة أعلنهم هذه فرصة ما تكرر، لأن هذا النموذج الحمد لله لله الحمد كنا نمشي نجيب الخضرة من كل الأرض الحمد لله احنا رعنا نوفرها الحمد لله بلديتنا الحمد لله. وعلى مستوى البنية التحتية ودعم المنظومة التعليمية تم بناء مدرسة ابتدائية حديثة، وتتكون مدرسة شوم الابتدائية من طابقين وتحتوي 8 فصول إضافة إلى ملحقات إدارية. جاءت هذه المدرسة في وقتها اللي نتشرت التعليم على مستوى المركز، وبينت أنه لا بد أن تعود في مكان محترم ولائق للتعليم، بلي هذا مهم عندنا بلي يقودنا شو المدرسة الجمهورية اللي مهمة بالنسبة لنا وضرورة من ضرورات الحياة. تأتي هذه التدخلات من طرف هيئة سنيم الخيرية في سياق التوجهات التنموية للسلطات العمومية الهادفة إلى تحسين من ظروف السكان وتثبيتهم في أماكنهم الأصلية. نهاية النشرة الرابعة من الموريتانية، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يشارك الجنود المرابطين على الثغور إفطارهم في مدينة بير مقرين بولاية تيرس الزمور. وزير المياه والصرف الصحي يعلن من مقاطعة مقامة عن إطلاق برنامج وطني لتوفير المياه في جميع مناطق الوطن خلال السنوات القليلة القادمة. تحت رعاية سامية لسيدة الأولى انطلاق فعاليات النسخة 11 من مهرجان ليالي المديح المنظمة من قبل مركز ترانيم للفنون الشعبية. شكرا لكم، أنا ما كنتم على كرم المتابعة، تحية إلى اللقاء.